وإلى الشأن الخارجي، مجلس الوزراء الليبي أصدر اليوم قرارا بتشكيل حكومة الوحدة في ليبيا وفقا لخطة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد. ويضم التشكيل 32 وزيرا، منهم المهدي إبراهيم البرغوثي وزيرا للدفاع. وفور إعلان التشكيل الحكومي سيكون أمام البرلمان المعترف به دوليا في طبرق مهلة 10 أيام للموافقة عليه. من جانبه طالب وزير النقل الألماني بغلق الحدود لوقف تدفق اللاجئين لحين التوصل لاتفاق أوروبي لتوزيع اللاجئين. وأعلنت الشرطة الألمانية اعتقال لاجئ جزائري يشتبه بارتكابه لاعتداء جنسيا ليلة رأس السنة، ليكون بذلك أول شخص يعتقل بهذه الوقائع التي هزت ألمانيا. وقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بهولندا احتجاجا على استقبال 500,000 مهاجر خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي تطور برشق المتظاهرين لمبنى الشرطة بالحجارة بعدما دعا نائب من اليمين المتطرف لسجن المهاجرين في مراكز استقبال من أجل حماية النساء لعدم تعرضهن للتحرش الجنسي مثل ما حدث برأس السنة في ألمانيا. الجيش الإسرائيلي قرر حظر دخول العمال الفلسطينيين لكافة المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة عقب عمليتي طعن في مستوطنات ببيت لحم. وفي شأن آخر، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر أمس عن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقاتها مع إسرائيل في الأراضي المحتلة نظرا لسياستها الاستيطانية، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب الذي اتهم إسرائيل بأنها غير عادلة في تطبيق القانون على الإسرائيليين والفلسطينيين. انفجر صراع داخل إيران بين تياري الإصلاح الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني والمحافظ الموالي للمرشد الأعلى خامنئي. وحسب هافينغتون بوست الأمريكية، فإن جناح المتشددين قلق من نجاحات روحاني الذي تزيد من شعبيته. وقالت هافينغتون أن الصدام سيتم حسمه مع انتخابات مجلس الخبراء الذي سيحدد مصير المرشد، ويتطلع الإصلاحيين بالدفع بمرشد جديد لتأييد سياستهم الجديدة بالانفتاح على العالم. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن ترشيح حزبه للجنرال ميشيل عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية بعد أشهر على غياب ترشيح شخصية لبنانية للرئاسة. وكان سمير جعجع من أبرز منافسي عون على رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان اسم سليمان فرنجي رئيس تيار المرضى اللبناني وقرب والمقرب من حزب الله والنظام السوري مطروحا للرئاسة أيضا. رئيس الوزراء الباكستاني بمرافقة رئيس الأركان يلتقي برئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين آخرين في طهران للوصول إلى مباحثات بين إيران والسعودية لإنهاء التصعيد بين البلدين بعد إعدام المرجع السعودي الشيعي نمر النمر. وتأتي زيارة شريف بعد يوم واحد من زيارته للرياض أمس. النائب العام في أنقرة أصدر قرارا بالتحقيق مع أحد زعماء المعارضة التركية بسبب إهانته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفوا بالديكتاتور ما قد يعرضه للسجن لمدة 4 سنوات رجاء هجوم الزعيم المعارض بعد قرار أردوغان بوقف 20 أستاذا جامعيا وقعوا عريضة من أجل السلام مع الأكراد. دكتور غادة، هل حضرتك شايفة أن كده أردوغان تحول بالفعل لديكتاتور؟ هو تحول بالفعل لمجنون في سراية المجانين، لازم يروح سراية المجانين. يعني إن عشان ده 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 قرارات غريبة، والنائب العام طبعا ملاكي، إنك توقف 20 أستاذ جامعي عشان وقعوا عريضة. أولا وقف يعني الأستاذ من منصبه، القانون ده يعني واحد في كل دول العالم، لازم يكون ارتكب حاجة تخل بالعملية الأكاديمية عشان توقفه عن عمله. لكن ان هو بيعبر عن رأيه السياسي بره، فده منتهى الديكتاتورية ومنتهى تكميم الأفواه. يعني احنا كده شكلنا داخلين على يعني اي حد بقى هيقول شعر وطني هيتقطع لسانه، يعني اللي هي المرحلة دي. فده محتاج علاج نفسي. يعني انا معرفش الأتراك لغاية دلوقتي مش بيصروا عليه ليه. يعني انا فعلا مش قادرة افهم. يعني بعد المظاهرات اللي كانت اتعملت بتالي من سنة أو من سنتين، جم بعد كده انتخبوه رئيس جمهورية. طب أمارة إيه؟ يعني خلاص هم يستاهلوه بقى. يعني حاجة غريبة جدا، كلهم بيعملوا مسلسلات غالب مش فاضيين. مظبوط.
فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.